بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة العلوم الطبيعية سنة الرابعة متوسطة رايحة ندير درس تاع الوسط الداخلي، ورايحين ندرسوه بالتفصيل. قبل ما ندخلوا في الدرس ونشرحوه نديروا مقدمة أو تمهيد. فالتمهيد وش يقول لك؟ يقول لك بعد وصولها إلى القلب توزع المغذيات إلى جميع أنسجة الجسم عبر السائل في حركة مستمرة يدعى الوسط الداخلي. وهذا هو الموضوع تاع نهار اليوم، الوسط الداخلي راح ندرسوه بالتفصيل. مكونات الوسط الداخلي، وشنو هي المكونات تاعو؟ الوسط الداخلي يتكون من ثلاث مكونات، هي الدم والسائل البيني والسائل اللمفاوي. يعني من ثلاث مكونات، الدم والسائل البيني والسائل اللمفاوي. أول مكون اللي رايحين ندرسوه ونركزوا عليه هو الدم. الدم هو أهم سوائل الوسط الداخلي، يتكون من مصورة وخلايا. ألف البلازما. البلازما هي سائل مصفر اللون تسبح فيه باقي مكونات الدم. البلازما هي سائل اللون تاعو أصفر تسبح فيه باقي مكونات الدم. ب الخلايا. الخلايا تتمثل في ثلاث خلايا، وشني هي؟ هي خلايا كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والخلايا اللمفاوية. بالنسبة لكريات الدم الحمراء هي الأكثر عددا، نلقاوها من 4 ملايين إلى 5 مليون كرية في المليمتر مكعب. صغيرة الحجم، وهي خلايا عديمة النواة، قرصية الشكل، مقعرة الوجهين. كما قلت خلايا الدم الحمراء نلقاو العدد تاعها كبير، الحجم تاعها صغير، ما فيهاش النواة، وتكون قرصية الشكل ومقعرة الوجهين. واش نقصدو بمقعرة الوجهين؟ قرصية الشكل، مقعرة الوجهين بهذا الشكل هذا، يعني نلقاوها في الوسط كشغل غاسية شوية، الجهة اليمين والجهة اليمين بهذا الشكل هذا. قرصية الشكل، مقعرة الوجهين، يعني تكون كيما راهي هكذا، غاسية من داخل وغاسية من داخل. بالنسبة لكريات الدم البيضاء، احنا خي قلنا كاين في الخلايا هذه، قلنا كاين كريات الدم الحمراء وقلنا كاين كريات الدم البيضاء. كريات الدم البيضاء نلقاوها العدد تاعها أقل من كريات الدم الحمراء، ونلقاو العدد تاعها من 400,000 إلى 800,000 خلية في المليمتر مكعب. كبيرة الحجم، وهي خلايا تحمل نواة قد تكون كتلة واحدة، يعني خلية بنواة واحدة، أو قد تكون مفصصة إلى فصين أو ثلاثة، وهنا نلقاوها خلايا متعددة النواة. يعني كي نشوفوا الفرق ما بين كريات الدم البيضاء والحمراء، الحمراء صغيرة الحجم، البيضاء كبيرة الحجم. الحمراء العدد تاعها كبير نلقاوها بكثرة، كريات الدم البيضاء نلقاوها أقل عددا. كريات الدم الحمراء ما فيهاش النواة، كريات الدم البيضاء فيها النواة. ثالث مكون للخلايا هي الخلايا اللمفاوية.
خلايا اللمفاوية وهي خلايا بحجم متوسط بنواة ضخمة. يعني كيف؟ يعني كرية الدم الحمراء صغيرة الحجم بدون نواة، كريات الدم البيضاء كبيرة الحجم بنواة، والخلايا اللمفاوية متوسطة الحجم وفيها نواة ضخمة. هذا الملخص تاع هذو في ثلاثة. نروحوا للمكون الثاني للوسط الداخلي. احنا قلنا مكونات الوسط الداخلي هي اولا الدم، دوك رايحين نشوفوا ثاني مكون. المكون الثاني للوسط الداخلي هو السائل البيني، هو سائل يحتل المساحات البينية لخلايا الأنسجة، يتشكل انطلاقا من بلازما الدم عن طريق الترشيح عبر جدران الشعيرات الدموية. هنا كملاحظة يلعب السائل البيني دور نقل المغذيات والأكسجين من الدم إلى الخلايا وإعادة الفضلات الناتجة عن الأكسدة الخلوية من الخلايا إلى الدم. هذا هو الدور تاع السائل البيني. نظن باللي العنصر الأول والعنصر الثاني مفهومين. قلنا مكونات الوسط الداخلي هي ثلاثة، أولا الدم تعرفنا عليها، ثانيا السائل البيني، وذكر رايحين نشوفوا السائل الثالث واللي هو مكون الوسط الداخلي واللي هو اللمف أو البلغم. البلغم هو سائل يتشكل انطلاقا من السائل البيني داخل أوعية لمفاوية تنطلق من الأنسجة. هذا بالنسبة لللمف أو البلغم. احنا مالفين نقولوا الخلايا اللمفاوية الخلايا البلغومية، يعني هذا واش نقصده باللمف أو البلغم. وقلنا بلي هو سائل يتشكل انطلاقا منين؟ من السائل البيني. وين يتشكل؟ يتشكل داخل أوعية لمفاوية تنطلق من الأنسجة، يعني مفهومة. احنا تعرفنا على مكونات الوسط الداخلي، دوكا رايحين نشوفوا تعريف الوسط الداخلي. الوسط الداخلي هو السائل في حركة مستمرة، يعني ما يحبسش. احنا على بالنا باللي الدم وهذوك ما يحبسش طول كما نقولوا حنايا يسركل. هو سائل في حركة مستمرة في الجسم يؤمن الثبات في العضوية، ويتشكل من السوائل السالفة الذكر الدم السائل البيني واللمف. يعني سهل وبسيط، ونظن باللي واضح ومفهوم. هنا كمعلومة أو ملاحظة، يضم الدم أيضا مكونات أخرى منها الصفائح الدموية احنا هدرنا على الدم، قلنا يتكون من كريات الدم بيضاء، وقلنا باللي كما قلت وقت فات في بداية الدرس قلنا باللي احنا الدم يتكون من البلازما والخلايا. قال لك الدم يتكون ايضا من الصفائح الدموية. هنا المعلومة الثانية، الخلايا اللمفاوية هي في الحقيقة من مكونات الجهاز اللمفاوي، إلا أننا نجدها في الدم، يعني كاينة في الدم. هنا يتشكل اللمف انطلاقا من السائل البيني الذي بدوره تشكل انطلاقا من بلازما الدم، وبالتالي يمكن اعتبارهما جزءا من الدم. شنو نقصد بها هذه؟ احنا قلنا باللي الدم يتكون من بلازما ومن خلايا. هنا راهو يقول لك باللي
هذا اللمف راه يتكون من سائل البيني الذي بدوره تشكل انطلاقا من بلازما الدم، وبالتالي يمكن اعتبارهما شكون هما، يمكن اعتبارهما يعني السائل البيني والسائل اللمفاوي يمكن اعتبارهما ثاني باللي جزء من الدم. الملاحظة الرابعة والأخيرة، قد لا تجد ذكر للسائل البيني لأن هناك من يصنفه بأنه هو أيضا لمف. يعني قال لك باللي كي تعود تقرا والله يعني قال لك ما صادفكش من قبل هذا الاسم تاع السائل البيني، قال لك لأنه تقريبا الأكثرية يصنفوا هذا السائل البيني إلى أنه سائل لمفاوي، وبالتالي يهدروا على مكونات الوسط الداخلي باللي المكونات تاوعو هي الدم والسائل اللمفاوي. هذا مكان، هذا هو الدرس تاع نهار اليوم. نقول اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. اللي عنده اي سؤال او اي استفسار يخليه في التعليقات، رايح نجاوب عليه، ونتمنى التوفيق للجميع.